طب معانا الناقد الرياضي جمال سيفي معانا على التليفون. سيفي اهلا بيك يا استاذ جمال، منورنا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير ومساء الخير للمتتبعين الكرام. اهلا بحضرتك، وكنا لسه بنتكلم مع ضيفنا عمر البنوبي عن ردود الافعال واجواء او الشارع الرياضي وردود افعاله بعد طبعا فوز النادي الاهلي على الوداد في مباراه الاياب. وبالتاكيد ردود افعال سلبيه بطبيعه الحال، انه فريق الوداد انهزم في ميدانه امام الاهلي المصري بهدفين لصفر، فبالتالي طبيعي ان تكون ردود افعال سلبيه ومخيبه، خصوصا النتيجه كانت مخيبه جدا لامال محبي فريق الوداد. ولكن موضوعيا منطقيا الاهلي استحق الفوز يعني بجداره، كان افضل من فريق الوداد على كل المستويات. الوداد ايضا يوجد في أسوأ حالاته، كانت هناك غيابات كثيره في صفوف فريق الوداد، يعني دفع الفريق تكلفتها يعني باهظه يعني بخسارته لمباراه الذهاب، وبالتالي فطبيعي ان تكون ردود فعل سلبيه وردود فعل يعني غاضبه بالنسبه لجماهير الوداد التي اعتادت على وداد قوي، وداد يصعب هزمه بملعبه بمدينه الدار البيضاء، ولكنه امام الاهلي لم يكن في الموعد المنتظر، وبالتالي خسر يعني المباراه. هذه كانت يعني صحيح ان الخساره بهدفين للصفر يعني تصعب مهمه مباراه الاياب، ولكن كره القدم عودتنا على انها لا تنتهي الا بعد يعني صفره الحكم، فعلى الوداد ان يدافع عن حظوظه وان ياتي للقاهره بهدف بان يكون تكون له رده فعل، لانه في النهايه يبقى اسم الوداد فريق كبير جدا. اكيد الوداد فريق كبير، وزي ما انت بتقول اكيد لسه في شوط تاني. استعدادات الوداد ازاي؟ وانت شايف استعدادات الوداد على المحور الفني وعلى المحور المعنوي كمان، وجود رئيس النادي معاهم على كرئيس للبعثه وتواجده معاهم في هنا في القاهره، ده بيدل ان حتى في دعم معنوي بالنسبه لفريق الوداد. شايف حضرتك التحضيرات لمباراه الاهلي القادمه يوم الجمعه ازاي لفريق الوداد؟ والوداد يعني توجه اليوم الى القاهره، يعني وفد الوداد وصل اليوم الى القاهره من اجل الاستعداد لمباراه الاياب. صحيح انه ترأس الوفد رئيس النادي سعيد الناصري. الاستعدادات لهذه المباراه يعني تمت يعني في ظروف صعبه، انت تعرف انت كلاعب يعني دولي سابق وتعرف ظروف ان تستعد لمباراه مقبله وسط يعني خيبه امل وسط نتيجه سلبيه، فيكون الهدف هو يعني ترميم المعنويات حتى يجد الفريق ذاته ويكون على السكه الصحيحه. ف لابد يعني من العمل على الجوانب الذهنيه والنفسيه اكثر حتى يعني يكون الوداد يعني في الموعد، خصوصا يعني انه ما زالت هناك 90 دقيقه لابد من خوضها يعني بجديه وبفعاليه اكبر، وان تكون على الاقل هناك يعني رده فعل قويه من لاعبي فريق الوداد الذين يعني اعتادوا على مثل هذه المواجهات واعتادوا على التواجد يعني في ادوار يعني متقدمه. يعني هناك ايضا نماذج للانديه، وصحيح وان كان يعني بدنا نعترف ان ظروف الوداد صعبه على مستوى لائحه اللاعبين، ولكن لابد ايضا هناك نماذج للانديه خسرت ذهبا ولكنها عادت بالتاهل يعني من ايابا، وان كان كما قلت لك الامر صعب، وبالتالي كره قدم عودتنا على نتائج غير متوقعه يعني، فالمهم ان يدافع الوداد عن حظوظه الى وعلى على المستوى الفني ورد فعل ترضي بها جمهور العريض. على المستوى الفني والمردود الفني بالنسبه للاداره الفنيه وجاموندي، هل كان هناك بعض الهجوم على الاداره الفنيه وكيفيه اداره جاموندي لهذه المباراه؟ لا اعتقد، لم يكن هناك هجوم كبير على مدرب الوداد جاموندي، لان جاموندي يعني هذه اول مباراه له يقودها يعني من كرسي احتياط فريق الوداد، لان المباريات السابقه في الدوري كان يقود الفريق من المدرجات، لان القانون المغربي لوائح الاتحاد المغربي لكره القدم لا تسمح له بالتواجد في كرسي الاحتياط، لانه سبق له ان درب يعني بالسابق فريق حسنيه الجديد، وبالتالي كانت تلك اول مباراه يقودها من كرسي الاحتياط. الهجوم يعني لم يكن صراحه على يعني بشكل كبير على جاموندي، ولكنه كان على رئيس الوداد سعيد الناصري، يعني كان
اتهامات له بعدم يعني التعاقد مع لاعبين في مستواه، اتهامات ايضا على مستوى انه طريقه تدبير الفريق التي لم تعد يعني ترضي جمهور الوداد العريض. وبالتالي يعني هناك من وجد الاعذار لغاموندي، وان كانت بعض خيارات غاموندي تناقش، مثلا الاعتماد على يحيى جبران يعني في متوسط دفاع يعني فريق الوداد، وهو كلف الوداد غاليا، كان هناك يعني خطا فادح من يحيى جبران هو الذي منح الهدف الاول يعني لفريق الوداد. ولكن ايضا في المقابل كما قلت لك، حتى لا نكون يعني قاسيين على مدرب غاموندي، لم تكن لديه يعني لائحه اختيارات كبيره، حتى الشيخ كمارا اللاعب يعني الوداد كانت اول مباراه له يعني بعد غياب طويل، ولم يكن يعني كان في البدايه يريد ان يعتمد عليه اساسيا، ثم عاد من بعد يعني يقيم في كره الاحتياط، ولم يعتمد عليه الا في الشوط الثاني، وقد كان دخوله يعني في الشوط الثاني يعني باداء طيب، وما يؤكد انه سيكون يعني اساسيا في مباراه الاياب يعني بالقاهره. فكما قلت لك، لم يكن هناك هجوم كبير على غاموندي بقدر ما كان هناك هجوم على اداره يعني الوداد، وعدم يعني تدبير المرحله بشكل جيد، خصوصا على مستوى يعني تدبير تعاقدات مع بعض اللاعبين. ده صحيح. خلينا نتكلم اخيرا على النبض الجماهيري وجماهير الوداد. هل من خلال وجودك هناك وسط جماهير الوداد، هل الجماهير فقدت الامل، او هناك بريق من الامل وبعض جماهير الوداد عندها لسه امل ان ممكن الوداد يعود للمنافسه ويحقق مفاجاه كبيره هنا في القاهره؟ وهو في كره القدم يعني لا يمكن للمرء ان يستسلم، ان ينزل يديه، لان دي يعني كره القدم هناك كما قلنا شوط ثاني. صحيح المهمه يجب ان نعترف، المهمه صعبه امام يعني اهلي قوي جدا، خصوصا في وسط الميدان وسط الهجوم. اهلي ايضا يعاني من متاعب كبيره على مستوى خط الدفاع، خط دفاع الاهلي ايضا سيء كما هو يعني خط دفاع الوداد يعني في بس اعتقد خط دفاع النادي الاهلي كان ظهر بمستوى جيد في المباراه. انت بتتكلم على يعني خط دفاع النادي الاهلي، اعتقد انه ظهر بشكل لا باس به في مباراه الوداد. يعني هذا بالنسبه لك، هذا رايك انت. انا رايي ان خط دفاع الاهلي ليس في مستوى يعني الاهلي الذي نعرفه، ولو كان خط دفاع الاهلي يعني جيد لما كان هناك تعاقد مع لاعب الرجاء بدر بانون، وبالتالي يجب ان نفهم. احنا دايما بنجدد وبنشوف للافضل يعني. اي الاهلي فريق قوي، هذا لا نقاش فيه، لديه وسط ميدان قوي ولديه خط هجوم قوي، ولكن دفاع الاهلي ليس في مستوى وسط الميدان وخط هجوم. ونفس الامر بالنسبه لفريق الوداد، ايضا يعاني من مشاكل كبيره. صحيح. يعني في خط الدفاع وهجوم يعني خط مشاكل كبيره يعني يعاني من الفريق. انا اتكلم يعني في تحليل موضوعي، تحليل تقني لا علاقه له يعني باي امور هامشيه او امور جانبيه. وبالتالي فهناك ايضا لابد كما قلت ان الوداد ان يدافع عن حدوده، لابد ان يؤمن اللاعبون بانه ما زالت هناك 90 دقيقه، لابد ان يؤمن اللاعبون ان لديهم جمهور عريض لم يعتد على لاعبيه ان ينزلوا ايديهم وان يستسلموا، وان يقدموا على الاقل مباراه يعني كبيره. اذا لم يستطيعوا العوده بالتاهل، على الاقل يعني يكون هناك رد فعل في قيمه ومستوى وقميص يعني نادي الوداد. استاذ جمال الناقد الرياضي المغربي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في قناه النادي الاهلي.